شنو وقع لكم اختي دابا؟ خويا بسم الله الحمد لله. اخويا انايا مدي راجلي البارح مع 3 الصباح، قولنا السبت مع 3 الصباح دفنتو البارح. ايوا خويا اليوم زعما داير ليه العشاء ديالو وجايب المسمعين الحمد لله. جيران ديال الدار داروا ليا كسكسو صداقة دفناجة والناس مراو داكلو كسكسو. شوية خويا جينا درنا الكيطون، الناس كيطيبو الجيران مجموعين وهادي. انا لداخل قد المغرب مايمكنش ليا صافي، مبقاش يمكن ليا الخروج. انا يلاه بعدا كنسول الناس كيفاش هاد حق الله بعدا وفهموني، كنقول لهم كيفاش غادي ندير وكيفاش غادي المهم ما عليناش. تا كان جنقول كنتفاجئ بالغوات المسمعين هربوا. راه البوليس راه هما الماكله ديال الجنازة ديال الراجل اللي تهزات في المطر ومشات. الماء عن كريم تكدقو كل شيء تفصل ليا تكرفصوا ليا خويا. عادش علاش جاو وحدين الدراري جلسوا في الطابله بغاو يتعشاو، مرحبا بهم دراري صغار ولا الدربنا، جاو بغاو يتعشاو ناضو بغاو يجريو عليهم. اش علاش غنجريو عليهم؟ بغاو يجريو عليهم خرجوا برا. الاخرين ما رضاوش ما عرفت كيفاش بداو كيضربوا. انا ما كنتش برا كنقول لك المغرب هذا الشيء دابا الساعه شحال الساعه دابا؟ 10 انا كنقول دابا الساعه هذا الشيء واش وقع دابا 10. المهم اخويا انا قاعد داخله لداخل سخفت شويه خويا. جاو دخلوا عائلة راجلي، دخلوا ناويين اخويا يجبدوا الصداع. راجلي اصلا كانوا معذبين ولا علاقه عنده معاهم، كانوا مع ما اش نقول لك لحني الله رحيم. هو الله يعمر لي الدار والله الله يرحمه والله يثبتوا على السؤال. وما بغيتش ليه هكا كسيده وصافي لقيته ميت. واخا يكون لي وزير مغاربه ما غاديش عشان تحول ليه. انا ما بغينا ناكل ولا والو. الحمد لله جيران مسلمين قالوا لي خليهم. جاو البوليس بعد دخلوا. فاش دخلوا قالوا لك عطينا الوراق ديال الموطور. هذو العائله ديال الراجل دار بيه كسيده. هو الموطور فاش دار كسيده هزو الدور الموطور غاس داك الموطور سي 95 دك. انا ما قدرتش نجبد الساك باش معاه دايره فيه الوراق الحاله المدنيه وكنعرفهم اش يسواهم. دايره فيه الحاله المدنيه ودايره فيه قاعد الجوال ديالي ودايره فيه وريقه ولادي وديك ديال الوفاه ديالو. داكشي اللي قالوا لي البوليس جيبيه ورجعيه عندنا. عندي ولد عنده 14 عام، ولد عنده 12 عام، ولد عنده 8 شهور. اش غنقول لك اخويا تكرفصوا عليا ديال بصح. جا وقال لك لا تقول هو ضارب راجلي، ضارب قبل ما يموت مسكين الله يرحمه. مشي 4 ايام مع شي ناس في درب السلطان، واش على قبلهم؟ واش هما مشرارين ديما جابدين الصداع؟ الله اعلم. ضارب اخويا مع شي وحدين جا ما قال لي انا حتى شي حاجه. هما قال لك لا علاش خاصك ديري طوبسي. واش انا لا حول ولا قوه لي. انا مراه كنجري باش نجيب شهاده الوفاه وما جالسين جالسين اخويا. وكيفاش غادي كيف ما شنو الجاد اللي عندي اللي غادي غادي ندير طوبسي ولا ما غنديروش؟ داكشي يبقى مسؤول عليه الطبيب والمخزن. انا بعيده من داكشي. مشيت اخويا دفنت راجلي. جيت اخويا حسبي الله ونعم الوكيل. قال لك لا غتقولي علاش ما درتيش لي الطوبسي تاع العشاء؟ كل كيقولوا كيتشي شكون شي عائله ديال الراجل خواتاتو ياه خواتاتو. نذكر الاسماء؟ لا بدون ذكر الاسماء. خواتاتو اختو بعدا وجاب جيرانهم. كنت بغيت تبان عليهم هذا المشكل اشنو. انا فهمتها بغاتهم تمشي اختو توصل دوك الناس اللي تضارب معاهم. راه بسببكم مات. وبغاتني انا نقول هكا انا ربي اللي عالم بيا مشى العزيز الغالي الله يرحمه. انا كان ناشد سي الحموشي يشوف من حالي الله يرحم لي ميمته
الله يخلي لي ما عز عليه، وكان طالب سيدنا الله يخلي لي وليداته ويخلي لي هاد البلاد العزيزة الكريمة اللي واصلة وشفاء. تبارك الله ما شاء الله، بلادنا ماشي سهلة، ولكن باش يتهز لي مسلم مغربي يتهز لي عشاه ويتهز لي ماكلته، حسبي الله ونعم الوكيل. راجلي ماشي يهودي، مسلم حشومة. واش غنقول لك اخويا، هما الناس جاو البوليس قالوا لهم لا ما تدوش العشاء حشومة، نقص عليك الجيران يشوفوا. الله يجازيكم بخير، سيروا عند البوليس قول لهم خلوا يديو اللي بغاو يديو وسمحوا لي، ودابا ندير لكم شي صدقة. هادشي اللي كاين اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم هاد اللقاء مباشر هزوا العائلة ياك؟ لا زعما دابا العائلة بقاو يجبدوا في الصداع، يجبدوا ما جبدش لهم صداع، وما جبدوا صداع في الزرقاء وكملوا بيا انا. وليداتي هكا كيبكيو، حسبي الله ونعم. حنا مقروحين، حنايا ما بغيناش الماكلة، حنا مضرورين، مشى لينا واحد اللي اغلى الناس. اما الناس ياك هادشي غير كيشوفوا الناس، هما اللي كيعرفونا يقولوا لك راجلي ما يعمرها طار، اطيب خلق الله وكان مهلي فينا وجالس معايا، ومن اللي عطاني السكنه انساكنه. حسبي الله ونعم الوكيل، تكرفصوا عليا. وانت اخويا خرج شوف الجاج، شوف القوامل، شوف الدول القوامل. واش انا دابا مول القوامل اللي كريم من عند، واش غنقول ليه؟ البرابيط كبار اخويا، اش غنقول ليه؟ تامل الحريره مطيبه راجلي باش نمشي للصداقه الدواء، انا ما بقيتش قادره غدا نمشي نزور راجلي، ما بقيتش قادره ندير وليداتو ونتلاقى معاهم والو. انا قالوا لي غدفني في الرحمه وقفوا عليا والو الغفران، قلت لهم ماشي مشكل، بغيت ندفن وحده امي نتو ماشي مشكل والو. علاش شي بوليسي الا قال لي فين هي مرت واجي ما تيتقبلوهاش، محل فين عليا؟ علاش هادشي كله معاك؟ علاش هادشي كله هاد العداوة؟ علاش هادشي كيصحابوني خوهم دار كسيدة؟ راه غادي نمشي غادي، أنا با مات بكسيدة، أنا با مات بكسيدة والله أخويا، ما خدينا ديا ما خدينا ريال ما خدينا. مو باغيين زعما التعويض يرجع لهم؟ ما فهمتش، وما باغيين كيقولوا لا هادوك اللي قتلوا لا ما فهمتش. أنا علاش باغيين يديروا لي هادشي؟ ولدي انا كيقول لك انا اللي قتلته، انا ما عنديش بيرمي ما عنديش طولون. هذه اول حاجه كتناعسة، كاينين شهود الناس اللي جاوا فايقوني، او ما عندهم شكوك بانك انت اللي قتلتي؟ غالي ميت اخويا، عندهم شكوك بانك انت اللي قتلتي ولا لا؟ ويلي لا، كيعايروا قتلتي زعما تبعك خويا تا مات. تبعني 16 عام ديال انا وياه الحاره والحلوه. الله يرحم فاطمه، حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنطالب السي الحموشي وسيدنا، شوفوا من حالي بحال وليداتي، مسميه الدري الصغير على ولدهم على باهم، مسميه با عليه، راجلي مسمي الدري الصغير على باهم، وما رحمونيش وما شافوش فيا وما حموش فيا. اصلا خوهم حي وانا ولدت، جات عندي غير وحده، هو 11 ما طراش لي، بقاو مع 10. اش نقول لك، شي ما كاين هيشي، شي ما كاين هيشي، شي ما كاين. انا بان لي واحد فوهم هو اللي مسكين، ما دوا ما حتى شي حاجه، ما تبقى لا اله الا الله. الله يرحمه.